بعدما تفضل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعطاء انطلاقة الملتقى الصيفي لنزلاء الأحداث بالسجن المحلي أي تملول تحت شعار الملتقى الصيفي للنزلاء فضاء للتربية والترفيه والإدماج في نسخته السابعة. بطبيعة الحال نزلاء المؤسسة دورهم يستفدوا من هذا البرنامج اللي انطلق في 9 يوليوز 2024 وغيستمر لغاية 12 تمبر 2024. بطبيعة الحال تحت الإشراف ديال أطر المندوبية العامة متخصصة في شتى المجالات وكاين اللي حصل على ديبلوم ديال التخييم. بطبيعة الحال هذا البرنامج كيدخل في نطاق تفريد البرامج التأهيلية اللي كتقوم المندوبية العامة بتنزيلها في مختلف المؤسسة السجنية كل سنة. بطبيعة الحال الهدف هو تمكين النزلاء الأحداث من مهارات وملكات يعني في المجال ديال إعادة الإدماج اللي كينفعهم في عند الإفراج عنهم. أيضا الاهتمام ديال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للنزلاء بصفة عامة وخاصة نزلاء الأحداث باعتبارهم يعني فئة هشة ومقاربة النوع الاجتماعي. كذلك هذا البرنامج كيجي تتويج للمجهودات والمسار ديال النزلاء بعد سنة كاملة من التحصيل الدراسي والتكوين المهني. بطبيعة الحال الملتقى الصيفي كيحتوي على 4 محاور. هذه المحاور غنية بفقراتها، غنية بالأنشطة في شتى المجالات الرياضية الثقافية الفنية، وبالتالي كيفما قلت أن النزلاء كتكون عندهم واحد الاكتساب ديال المهارات وديال الكفاءات اللي كتساعدهم لا محالة على إعادة الإدماج داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. الورشة دي علمتنا شحال من حاجة، ومن بعد نجمعوا راسنا وما نبقاوش نرجعوا للحبس. شفت بزاف د الحوايج، ما نبقاش نشفر، ما بزاف د الحوايج، رفاق السوء، ما نبقاش نرافق هذوك اللي كيكمي ولا كيشفروا، باش ما نبقاش انا نجمع راسي، ما نبقاش نشفر، ما نبقاش نكمي باش بلاش هذوك رفاق السوء اللي بقاش مقابل وما تبقاش كمي ودي تزيد حاجه على حاجه. لا ان شاء الله هادي وتشوف. Thank you.